صلوا نزلت هيدر مطرمين هاردر. أهلا بكم إلى ظهيرة من الميادين. وفي عناوينها: الجيش السوري يرد على استهداف مواقعه ويقصف نقاط الجماعات المسلحة بريف حلب الغربي. شبخ العيل وشابوا بنيم لقفولام كاخا زنيرا. مستوطنون يستولون على منزل شرق الخليل، وضابط كبير في جيش الاحتلال يعترف بأن المقاومة التي رأها في جنين لم يشاهد مثيلا لها منذ 20 عاما. أول من يجب أن يشعر بالخزي والعار والهوان هم أولئك المطبعون مع العدو من أنظمة وحكومات ونخب وأفراد. عشية بدء الصمت الانتخابي، السيد نصر الله يدعو اللبنانيين إلى الحسم بين خيار المدافعين عن البلاد والمتآمرين عليها. بايدن يعقد أول قمة مع دول آسيان في البيت الأبيض، ويؤكد أنها بداية عهد جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والرابطة. روسيا تحذر من عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وحلف الأطلسي يبحث استراتيجيته بشأن موسكو في برلين. بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها وأنباء عن وفيات جديدة، بيونغ يانغ تعلن أنها تواجه أكبر صدمة منذ تأسيس الجمهورية. رد الجيش السوري وقوات الدفاع المحلي على استهداف حافلة نقل جنود الجيش السوري في ريف حلب الغربي. المدفعية الثقيلة في الجيش السوري قصفت القاعدة التركية في منطقة الشيخ سليمان غربية حلب، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف جنود القاعدة. كما استهدف الجيش السوري نقاط مسلحي أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في محيط قرى كفر تعال ودارة عزة بريف حلب الغربي. كما تعرض صباح اليوم معسكر مسلحي هيئة تحرير الشام في الفوج 111 إلى 4 غارات جوية أدت لوقوع جرحى وقتلى. من جهتها قصفت المدفعية التركية قرى واقعة على خط التماس مع مسلحي غصن الزيتون في ريف حلب الشمالي. وفي بلدتي نبل والزهراء بريف حلب استشهد طفل وجرح آخر من جراء قصف الجماعات المسلحة التابعة لتركيا تشييع شهداء الدفاع المحلي. من حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. أهلا ومرحبا بك رضا. بداية، ماذا في تفاصيل الردود السورية على ما فعلته تحرير الشام وفصائل مسلحة أخرى تنضوي تحت راية تركيا، وماذا عن التغيير في الجبهات ووضع الجبهات؟ فتون، بطبيعة الحال التصعيد الذي جرى على مدار 24 ساعة هو تصعيد ناري، هو قصف في العادة يسبق أي محاولة لتغيير وضع الجبهات، ولربما يستمر لعدة أيام، ومن بعدها تحتاج الأمور إلى آراء السياسيين والمباحثات وإلى غير ذلك لنتحدث حينها لربما عن أي عمل عسكري يمكن أن يؤدي إلى تغيير على الجبهات. ولكن التصعيد الذي جرى خلال 24 ساعة من جانب تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها لربما يعتبر هو الأعنف منذ سنتين، ولربما هو أيضا الأعنف لاستهداف مباشر لنقاط الجيش السوري أو للقوات الرديفة في الجيش السوري بعد الاستهداف التركي الذي كان استهدف قوات الجيش السوري في مدينة سراقب مطلع 2020. ومن ثم كان هناك اتفاق استمر لمدة سنتين، يوم البارحة تركيا يمكن القول بأنها خرقت هذا الاتفاق. في العادة يكون هناك مناوشات وقصف لمناطق خالية بعيدة عن نقاط تمركز القوات، ولكن ما حدث يوم البارحة هو استهداف مباشر للقوات وبهدف إيصال رسائل واضحة أدت إلى استشهاد 12 عسكري من القوات الدفاع المحلي في الجبهة الغربية لمدينة حلب. والأبعد من ذلك هي دخول النقاط العسكرية التركية على خط المواجهة وقصف نقاط الجيش السوري. الرد كان من الجيش السوري هو على النقاط التركية، يريد أن لربما إيصال رسالة بأن الأساس هو ضرب هذه النقاط وعدم جعلها هي نقاط تمركز للجماعات المسلحة تغطي عملها في هذه المناطق. طيب رضا، في خلال الشهر الماضي كان التصعيد التركي
في جبهة شرق الفرات، كان هناك تخوف من عملية عسكرية تركية، الآن ينتقل هذا التصعيد إلى جبهات الشمال السوري. كيف تقرأ هذه السياسة التركية؟ ما أهدافها؟ هل هو توجه جديد من تركيا؟ ما الذي يريد أردوغان من خلاله؟ بطبيعة الحال فوتون هو نقل التصعيد من شمال شرق سوريا إلى شمال غربها، لربما يقرأ بشكل كامل هي ما تريده تركيا في شمال سوريا. تركيا منذ بداية الحرب وبعد أن فشلت مخطط السيطرة على حلب اتجهت إلى إقامة المنطقة العازلة. شمال شرق سوريا بعمق 30 كيلومترا، نقل التصعيد إلى شمال غربها بعمق أيضا 30 كيلومترا يعيد الذاكرة إلى مشروع المنطقة العازلة، خاصة وأن هذه المنطقة التي تريدها تركيا أو التي تصعد فيها تركيا حاليا، قال أردوغان قبل أيام بأنها ستكون وجهة لأكثر من مليون لاجئ سوري متواجدون في تركيا، يريد أن ينقلهم أردوغان إلى الشمال السوري وتحديدا إلى مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات وإلى ريف حلب الغربي. هذا التصعيد إذا ما ربط بالحالة التي يتحدث عنها أردوغان سياسيا، يمكن أن نتحدث بأن لربما تركيا تسعى إلى إعادة إحياء وضخ الروح في المشروع التركي لإقامة هذه المنطقة العازلة، خاصة كما أشرت في بداية حديثي بأن التصعيد ليس فقط من الفصائل المسلحة وإنما أيضا من قبل تركيا، ليس فقط من أحرار الشام وهي التي كانت تعتبر من هيئة تحرير الشام وهي التي كانت تعتبر الفصيل أو ذراع القاعدة في سوريا، وإنما من فصائل مسلحة تابعة مباشرة للإدارة التركية. عندما نتحدث عن الجبهة الوطنية للتحرير، عندما نتحدث عن أحرار الشام، عندما نتحدث عن فرقة السلطان مراد، فهنا نتحدث عن فصائل مسلحة تأتمر مباشرة بالأوامر التركية. نحن أمام مشهد كما أشرت يذكرنا تماما بالمشروع التركي في شمال سوريا، المنطقة العازلة بعمق 30 كيلومترا، ولربما هذا التصعيد هو محاولة جس نبض للجيش السوري والقوات العاملة معه من أجل معرفة مدى جهوزية الجيش السوري للرد على هذه المشاريع. مراسل الميادين رضا الباشا، كنت معنا مباشرة من حلب، شكرا جزيلا لك. سوريا كانت قد شهدت ليلة أمس اعتداء جويا إسرائيليا استهدف المنطقة الوسطى وأدى إلى استشهاد 5 سوريين بينهم مدني وجرح 7 بينهم طفلة. وزارة الدفاع السورية أعلنت أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة، وأشارت إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. إلى فلسطين المحتلة، حيث استولى عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق الخليل تعود ملكيته إلى المواطن الفلسطيني وليد الجعبري. وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماية قوات الاحتلال للمستوطنين الذين استولوا على المنزل في منطقة واد الحصين بمحاذاة مستوطنة كريات 4، والذين عمدوا إلى نقل أمتعاتهم وأغراضهم إليها. أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قتل ضابط إسرائيلي برصاص مقاوميها في كتيبة جنين في مخيم جنين شمالي الضفة وإصابة عدد آخر. وقالت السرايا في بيان لها ضمن سلسلة كمائن جرى الإيقاع بقوات الدفدفان في حقل من نار لم يشهدها سابقا، أما ما أدى إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر على نحو مؤكد، وأشارت إلى أن الاحتلال ذهب باتجاه المدنيين من البداية كعادته لإحراز وصناعة نصر وهمي يعود به تحسبا للفشل المسبق. وإلى ذلك قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أن المقاومة التي رآها في جنين لم يشاهد مثيلا لها منذ 20 عاما. ونقل الإعلام الإسرائيلي عن الضابط قوله أن قوة النيران التي تلقاها الجيش الإسرائيلي هناك كانت لا توصف، مؤكدا وجوب التفكير من جديد في أساليب العمل حيث لا يمكن تجاهل حجم السلاح والذخائر. معنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، لو نبدأ من قضية استيلاء المستوطنين على منزل يعود للفلسطيني وليد الجعبري، هل هذا يسمى سرقة في وضح النهار؟ ماذا في تفاصيل هذه الحادثة؟ كيف استولوا على المنزل؟ تحياتي محمد، هذا ما يحدث في الخليل منذ عام 67 حيث يتم
الاستيلاء بطريقة العصابات على المنازل، لكن الفرق بين هذه المرة والمرات الأخرى أن هذا مصور. عادة مع جيش الاحتلال وفي الظلام يقومون بالاستيلاء على المنازل في الخليل وسلوان ومثلها. هذه المرة في وضح النهار ومصور، ويبدو تماما سلوكهم كسلوك اللصوص قطاع الطرق، يقومون بالسيطرة على المنزل. الخليل ملف كبير تم نقاشه في الأمم المتحدة. رابين قبل أن يقتل قال كيف لـ40 مستوطن أن يتحكموا بحياة 400,000 من سكان المدينة. وبعد ذلك جاءت الحكومات اليمينية، رغم أنه كان هناك اتفاق واي بلانتيشن. الخليل قسمت H1 و H2، هذا مهين للمدينة، لكن بعد ذلك تدخلت القوات الدولية تيف. قام بنيامين نتنياهو قبل مغادرة الحكم بطردهم من هناك لأنهم يرفعون تقارير دولية، رغم أنه هو نفسه كان وقع على الاتفاقية. ما يجري في الخليل الآن هو تكديس للغضب الكبير، هو أسهل وصفة للعنف، حيث هؤلاء المستوطنون يقطعون الطرق، يعتدون على الناس، ومن أجل أن يحظوا بحرية الحركة يتم تسييج وإغلاق مدينة كاملة لأجلهم. هذا جنون الصراع في الخليل، والأمور لن تقف عند هذا الحد محمد أبدا. وبالانتقال أيضا لما قاله هذا الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي حول جنين وحول قوة المقاومة هناك، ما دلالة هذا الحديث بأنه لا يمكن بعد الآن تجاهل قوة وحجم النيران والذخائر الموجودة، وأنه هذه المقاومة التي يراها في مخيم جنين لم يشهد مثيلا لها منذ 20 عاما؟ يعني من جانب الفلسطينيون يؤكدون بأنهم شعب أعزل لا يملك السلاح، هذه البنادق هي للدفاع عن النفس، المسلحون هم المستوطنون الذين يملكون المتفجرات والطائرات والغواصات النووية هو الاحتلال. الشعب الفلسطيني أعزل بما لديه يقاوم. التقرير الإسرائيلي يشير ببأس المقاتل الفلسطيني، إرادة القتال عنده، لكن هذه كلمة يراد بها باطل في إسرائيل، حيث يشرعون لأنفسهم في المستقبل استخدام الطائرات كما يفعلون مع غزة أو مع لبنان. وطبعا مرة أخرى الحديث عن أسلحة فردية وشخصية موجودة في جنين، حتى قوات الأمن الفلسطيني لا تشارك في القتال، والحديث بهذه الطريقة من جانب الإسرائيليين تمهيدا لقصف المدينة أو لقصف المخيم هو جريمة بحد ذاته. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين ناصر اللحام. وفي لندن تنظم عدة جمعيات بريطانية تظاهرة لمناسبة ذكرى النكبة، والتي تحمل شعار الحرية لفلسطين وإسرائيل دولة فصل عنصري. حول هذه التظاهرة ينضم إلينا مباشرة مراسل الميادين من لندن موسى سرور. موسى، لو تنقل لنا هذا المشهد بتفاصيله مباشرة من لندن، من ينظم هذه التظاهرة، من يشارك فيها، وأيضا ما هي الشعارات التي ترفع؟ نعم، يعني هذه التظاهرة نظمها عدة جمعيات بريطانية، هي تنطلق الآن من أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية باتجاه مقر الحكومة البريطانية في الداونينج ستريت. الشعارات هي الحرية لفلسطين، وتأكيد على أن إسرائيل هي دولة الفصل العنصري. أهمية هذه التظاهرة أنها تأتي في ظرف استثنائي، في توقيت استثنائي، حيث أن المعارضة والحكومة البريطانية يشيطنون إذا صح التعبير كل من يدعم القضية الفلسطينية ويؤيد الدولة الفلسطينية. كانت هناك بعض الخطط الحكومية التي وردت في خطاب الملكة البريطانية بأن هناك تشريعات ربما قد تصدر في الأيام المقبلة لملاحقة حملات مقاطعة. هذه التظاهرة جاءت لتؤكد على أن البريطانيون، النشطاء البريطانيون، يؤيدون الحق الفلسطيني ويؤيدون حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأيضا هناك بعض العرب والفلسطينيون الذين شاركوا في هذه التظاهرة، الذين أكدوا أيضا على أهمية المقاومة الفلسطينية. والشهيدة شيرين أبو عقلي كانت حاضرة بقوة أيضا في هذه التظاهرة. هناك الكثير من الصور
التي رفعت والشعارات التي تندد بالجريمة الإسرائيلية في قتل الشهيدة شيرين وكيف تعاملت إسرائيل مع جنازة الشهيدة شيرين أبو عقلي. موسى، وأنت تشرح لنا هذه الصورة، هل يمكن توجيه عين الكاميرا بشكل مقرب أكثر إلى هذا المسير وهذه المظاهرة كي نرى المتظاهرين والشعارات التي يحملونها؟ وتفضل، يمكن أن تكمل طبعا شرحك. نعم، يعني كما ذكرت أن هذه التظاهرة هي تظاهرة استثنائية، هناك يعني حتى من قبل المعارضة وحزب العمال المعروف تقليديا بتأييده للقضية الفلسطينية، بات زعيمه يتوسل ربما إذا صح التعبير الرضا الصهيوني من أجل الوصول إلى السلطة، وبالتالي يعني هذه التظاهرة هناك بعض من الجناح اليساري إذا صح التعبير من حزب العمال الذي جاء إلى هذه التظاهرة الحاشدة في لندن لتأكيد يعني ليؤكد دعمه وتأييده للقضية الفلسطينية. هناك من ليس فقط من يعني النشطاء أو الجناح اليساري، هناك بعض من اليهود تحديدا من ما يعرف بالناتوري كارتا أيضا حضروا إلى هذه التظاهرة الحاشدة ليؤكدوا بأن ليس هناك، حسب ما يقولون، أن ليس هناك في التوراة ما يعرف بإسرائيل، وبالتالي لابد للفلسطينيين أن يكون لهم حق ودولة. نعم، شكرا جزيلا لك موسى سفور، مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة البريطانية. أدان مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلي، وفي بيان دعا المجلس إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وحيادي في ملابسات قتل أبو عقلي. البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي أبديا انزعاجهما من مشاهد العنف خلال مراسم تشييع الصحفية الشهيدة، وكان آلاف الفلسطينيين قد شاركوا في التشييع رغم وحشية قوات الاحتلال التي اعتدت على الموكب بعد انطلاقه من داخل المستشفى الفرنسي في القدس. رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بمشاركة الجهات الدولية في التحقيق باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. وأضاف الشيخ في تغريدة عبر تويتر أن النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص أصدرت تقريرها الأولي، ومن يرغب في المشاركة بالتحقيق فعليه التواصل معها. وأضاف الشيخ ما حدث في تشييع جثمان أبو عقلي يعزز موقفنا الرافض لمشاركة إسرائيل في هذا التحقيق. شقيق الشهيدة شيرين أبو عقلي أكد أن قتلها كان استهدافا ممنهجا ومقصودا. وقال للميادين أن رصاص الاحتلال غدر بشيرين بسبب تأثيرها الكبير في الإعلام والصحافة. رصاص الاحتلال غدر فيها، وبعتقد انه كان العمليه ممنهجه ويعني مقصوده اسكات شيرين، لانه شيرين كانت جدا مؤثره في الصحافه، صوت الحقيقه، وان شاء الله بتامل انه من هالاغتيال هذا يكون في صدى اللي يغير وضع الاحتلال ويشيل الاحتلال نهائيا. الآن إلى تطورات الملف اللبناني. دخل لبنان منتصف ليل الجمعة السبت مرحلة الصمت الانتخابي الأخير حتى إقفال صناديق الاقتراع مساء غد الأحد. رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك وصف الانتخابات النيابية بالاستحقاق المصيري، مؤكدا العمل على إنجازها برغم الصعوبات المالية واللوجستية. عبد الملك وفي حديث لوكالة الأناضول لفت إلى وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي يقدر عددهم بنحو 300 مراقب، إضافة إلى مراقبين من جامعة الدول العربية.
للحديث أكثر عن هذا الاستحقاق الانتخابي والتجهيزات له ينضم إلينا من بيروت مراسل الميادين عباس الصباغ، يعطيك العافية. عباس، نريد أن نفهم منك أكثر كيف يبدو أو تبدو الاستعدادات لهذا الاستحقاق. تحية لك فتون ولمشاهدي الميادين. بطبيعة الحال يعني نحن على بعد ساعات قليلة لفتح صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية للعام 2022 في لبنان لاختيار 128 نائبا يتوزعون على 103 لوائح في الدوائر ال15 في لبنان بحسب القانون الذي يعتمد النسبية والصوت التفضيلي، وهو القانون عينه الذي جرت على أساس الانتخابات في العام 2018. طبعا الترتيبات والتجهيزات قد أنجزت، تم تسليم صناديق الاقتراع يعني التي وزعت على مراكز الاقتراع على في جميع الدوائر، وهي يعني 1930 مركزا انتخابيا في كل مركز بحسب التصنيف اللبناني. هناك قلم اقتراع، في كل قلم اقتراع يقترع ما يعني بالحد الأقصى 600 ناخب. المتعارف عليه في لبنان يعني قرابة 50% أو أقل سيقترع، يعني نتحدث عن 300 بين 250 إلى 300 شخص في كل قلب اقتراع الموزعين على 1930 مركز. الجيش اللبناني وهذا ما يهم نفذ أو بدأ بتنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها مجلس الأمن المركزي على جميع الأراضي اللبنانية. الجيش اللبناني سيكون خارج مراكز الاقتراع، من سيتواجد داخل المراكز وعلى أبواب مراكز الاقتراع يعني هم قوى الأمن الداخلي. هناك استنفار أمني لبناني، استنفار في وزارة الداخلية التي ستراقب وستشرف على هذه عمليات الاقتراع التي تفتح صناديق الاقتراع في 7 من صباح الأحد بتوقيت بيروت والقدس الشريف وتغلق في 7 مساء. نعم عباس، تحدثت عن الاستعدادات الأمنية واستعدادات الجيش اللبناني، لكن ماذا عن هذا الانتشار في بعض المناطق التي يعتبر بأنه تدخل إليها حساسيات معينة في لبنان؟ يعني فتون، إذا بدأنا من الشمال وتحديدا من منطقة يعني من طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، المعروف يعني في 24 من نيسان أبريل الفائت كان هناك يعني فاجعة في طرابلس، وهي غرق زورق على متنه 85 مهاجرا كانوا يبحرون في اتجاه القارة الأوروبية، وغرق هذا المركب. وحتى اللحظة هناك 33 مفقودا لا يزالون بحسب كل التقديرات داخل جزء من هذا المركب على عمق يتجاوز 450 مترا. أهالي هؤلاء الذين باتوا يعني ضحايا ولم يعودوا مفقودين يعني بعد هذه الفترة الزمنية، كان لديهم تحركات. هناك حديث عن إمكانية أن القيام ببعض بعض التحركات الاحتجاجية غدا. هم نصبوا خيم أمام منزل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محلة الميناء، يعني محلة الميناء هي القريبة على مرفأ أو الميناء في طرابلس حيث كان غرق الزورق، واعتصموا مطالبين ب يعني كشف مصير ذويهم. هناك حديث كثيرة، لكن الجيش اللبناني لديه تعزيزات أمنية في طرابلس، أيضا في منطقة الشوف وجبل لبنان، لأن هناك حزازية في هذه المنطقة، يعني هناك تنافس شديد. وبطبيعة الحال يعني نعود إلى العام 2019 وتحديدا إلى أول تموز يوليو، حيث كان هناك إشكال بين الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر من جهة والحزب التقدم الاشتراكي من جهة ثانية، وسقط ضحيتين من الحزب الديمقراطي. وهناك أيضا في بعض مناطق البقاع، لكن بالإجمال يعني بحسب كل المعلومات الأمنية حتى اللحظة لا تقارير ولا معلومات عن إمكانية حدث أمني يعطل الانتخابات، لكن هناك جاهزية لكل الأجهزة الأمنية لكل القوى الأمنية اللبنانية. شكرا. من أجل إمرار هذا الاستحقاق بأقل خسائر ممكنة. نعم عباس الصباغ مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حقيقة الاحتلال الإسرائيلي الوحشية لم تتغير. في كلمة له في المهرجان الانتخابي في البقاع شرق لبنان، رأى السيد نصر الله أن أول من يجب أن يشعر بالخزي تجاه استشهاد الشهيدة شيرين أبو عقلة هم المطبعون الذين يحاولون أن يقنعوا الشعوب بأن وجود إسرائيل طبيعي. أول من يجب أن يشعر بالخزي والعار والهوان هم أولئك المطبعون مع العدو
من أنظمة وحكومات ونخب وأفراد الذين يحاولون أن يقنعوا شعوبنا بأن إسرائيل وجود طبيعي وخيار طبيعي ودولة متحضرة ومتمدنة ويمكن العيش معها بسلام. أول ما خطر في بالي وأنا أشاهد على الشاشة تلك الشهيدة ودماءها، خطر في بالي أن دماءها على وجوه الحكام، على وجوه النخب المطبعين، على جباههم ونواصيهم وعلى أفواههم وعلى أيديهم. الأمين العام لحزب الله قال إنهم يريدون من جمهور المقاومة التخلي عنها. هؤلاء هم جزء من ماكينة الحرب الكونية، هم جزء من ماكينة التآمر على البلد، هم جزء من جبهة القتال لخدمة مشاريع الأعداء والمشاريع الأخرى، وعليكم أن تحسموا. هل تكونون مع من يدافع عنكم أو من يتآمر عليكم؟ هل تكونون مع البندقية، مع اليد التي رفعت البندقية لتقاتل في البقاع، أم مع اليد التي قدمت البندقية للجماعات المسلحة لتسفك دماءكم وتسفي نساءكم؟ السيد نصر الله قال أن من كان جزءا من جبهة العدو يتحدث اليوم عن السيادة والحرية. هذه القيادات السياسية في بعض الأحزاب المسيحية كانت تتصرف في كل هذه المعركة وفي هذه المحنة كجزء من الحرب الكونية على سوريا، وكان همها تسقط سوريا وتسقط الدولة بسوريا، تتحاصر المقاومة بلبنان، والمسيحيين ببعلبك الهرمل وبالبقاع هن خسائر جانبية مثل أي معركة، هيك بفكروا فيكم. لكن أنتم، ولا أقول لكم نحن، نحن وأنتم أهل بعلبك الهرمل، أهل البقاع، وأنا أعرف شباب ينتمون إلى هذه الأحزاب السياسية وعلى خلاف قرار قياداتها أيضا كانوا مستعدين ليحملوا السلاح وحملوا السلاح. لو لم يكن هذا السلاح موجودا الذي تطالبون اليوم بنزعه، لو لم يكن هذا السلاح في بعلبك الهرمل موجودا، أين كانت بعلبك الهرمل؟ وأين كانت زحلة؟ وأين كان البقاع الغربي وراشية؟ وأين كان البقاع؟ وأين كان كل لبنان؟ السيد نصر الله قال إن واشنطن ساعدت جماعتها على تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج. أنتم هربتم أموال المودعين، وسيدتكم أمريكا هي التي ساعدتكم على تهريب أموال المودعين. ليش؟ ما كلنا بنعرف في لبنان حدا بيقدر ينقل دولار من لبنان لخارج لبنان بدون الأمريكان؟ حدا بيقدر ينقل عملة صعبة حتى بين المصارف بدون علم الأمريكان؟ حتى لما كان الأمور مفتوحة، إذا واحد حاطط فلوس بالبنك وبده ياخد أكثر من سقف محدد ما بيقدر ياخد بدون موافقة الأمريكان؟ اليوم للكل اللي بيحكوا عن أموال المودعين، تعرفوا مين بيقدر يرجع لكم أموالكم بس ما بدون؟ هن الأمريكان وجماعة الأمريكان بلبنان. الأمريكان بيعرفوا كل دولار كيف طلع وأيمتى طلع ولوين راح ولمين، بيعرفوا التفصيل الممل. الأمريكان بيقدروا يحطوا إيديهم على هالأموال ويعيدوها للشعب اللبناني ويعيدوها للدولة اللبنانية. اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية رفع منسوب الاهتمام الإسرائيلي على مستوى وسائل الإعلام والباحثين والخبراء. وفي ظل توقع عدم حدوث تغيير في موازين القوى الحالية، رأى مراقبون ضرورة تدخل إسرائيل ضد حزب الله. هاني فحص. المعركة الانتخابية النيابية اللبنانية في 15 من أيار تتردد أصداؤها في إسرائيل وتنعكس في تعليقات ونقاشات يقدم بعض جوانبها الإعلام الإسرائيلي بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين.
بالنسبة إلى إسرائيل، لا أمل يرتجى من هذه الانتخابات، وهي لن تحقق منها ما عجزت عن تحقيقه في حروبها ضد حزب الله. هذه خلاصة ما توصلت إليه المقاربة الإسرائيلية التي دار قطب الرحى فيها حول السؤال عن مكانة حزب الله وحلفائه في اليوم التالي للانتخابات. مراقبون رأوا أن التعويل الإسرائيلي على الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان وعلى بلورة تحالف داخلي وخارجي ضد حزب الله، تحالف تمثل السعودية رأس حربته، لن يضعف حزب الله. ما حدث هو أن السعوديين استفاقوا حين أدركوا أن المعسكر السني واقع في أزمة كبيرة. هم يحاولون الآن تقديم الأموال، دعم مرشحين وفعل شتى الأمور، ولكن برأيي إنهم متأخرون إن لم نقل أكثر. لكن هذه المعركة ما زالت قائمة. استحضر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قضية الثروة الغازية اللبنانية، عده خبراء المسألة الأخطر في حملة حزب الله الانتخابية، وهو الأمر الذي برأيهم ثبت في الأجندة اللبنانية الحرب ضد إسرائيل في حقل كريش بندا أساسيا في نضاله خلال الفترة المقبلة. نصر الله تحدث أخيرا بحماسة عن التنقيب عن الغاز، وقال إنه قد يوفر للبنان كل ما يحتاج إليه من الناحية الاقتصادية، وبالتأكيد إذ صوتتم لحزب الله فستستفيدون من هذا الغاز. النقاش لم يخلو أيضا من دعوات لإسرائيل إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي والعمل مع الأمريكيين والعرب على دعم المرشحين المناهضين لحزب الله بما يخدم مصلحتها. مستمرون بتقديم الظهيرة وفيها بعد الفاصل. الإيرانيون يحتفلون باليوم الوطني للتوائم للمرة الأولى بعد جائحة كورونا. من جديد مرحبا بكم. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أول قمة تعقد في واشنطن مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان تمثل بداية عهد جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والرابطة. بايدن وفي كلمة خلال اليوم الثاني من اجتماع استمر يومين شدد على أنه ستجري كتابة قدر كبير من تاريخ العالم في 50 عاما المقبلة في دول آسيان. بايدن كان قد افتتح القمة بعشاء للزعماء في البيت الأبيض، وتعهدت إدارته إنفاق 150 مليون دولار للمساعدة في تحسين البنية التحتية وأمن دول آسيان، وأبدت استعدادها لمواجهة جائحة كورونا ومشروعات أخرى. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مقاطعة القادة المكسيكيين والبرازيليين لقمة الأمريكيتين ستوجه ضربة مذلة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب الصحيفة فإن الحدث الذي تصوره الإدارة الأمريكية على أنه استعراض للقيادة الأمريكية الناشئة في نصف الكرة الغربي يهدد بخسائر جسيمة لسمعة البيت الأبيض، ويمكن أن يسلط الضوء على ضعف واشنطن في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن عددا متزايدا من رؤساء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يفكرون في المقاطعة أيضا. نشرت وكالة رويترز صور أقمار صناعية لما قالت إنه خندق تحفره كوريا الشمالية قرب مفاعل يونغ بيون للأبحاث النووية. ووفق الوكالة فإن الحفر جرى في وقت سابق قبل أن تغطيه بيونغ يانغ خلال الشهرين الأخيرين. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في آب أغسطس الماضي أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة. إلى ذلك، أعلن الزعيم كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية تواجه أكبر صدمة منذ تأسيس الجمهورية من خلال انتشار فيروس كورونا. وكالة الأنباء المركزية نقلت عن كيم جونغ أون قوله إنهم قادرون على التغلب على الأزمة ما يعتزمون ذلك. وجرى عقد اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة كيم جونغ أون، وحضره ممثلو وزارة الصحة وهيئة الطوارئ من أجل التحقق من عمل نظام الطوارئ لمكافحة الأوبئة على أعلى مستوى.
والآن إلى تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت فنلندا أن روسيا أوقفت إمدادات الكهرباء إليها، كما أعلن الرئيس الفنلندي أنه أبلغ خلال محادثة هاتفية الرئيس الروسي بأن بلاده ستتخذ قرارا في الأيام المقبلة بشأن الانضمام إلى الناتو. إلى ذلك أعلن مساعد وزير الخارجية ألكسندر غروشكو أنه ليس لدى روسيا أي نيات عدوانية تجاه فنلندا والسويد، ولا ترى أي أسباب حقيقية لانضمامهما إلى الحلف، وأكد أن انضمام البلدين للناتو لا يخدم مصالحهما ويؤدي إلى عسكرة الشمال بحسب تعبيره. السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي رأى أن الحكومة الفنلندية اختارت تحويل البلاد إلى محيط منعزل لحلف الناتو، وأشار إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات فنية عسكرية على طول الحدود الفنلندية. كما تعلمون فنلندا ليست دولة كبيرة جدا، وعدد سكانها لا يتجاوز 5 ملايين. لا أستطيع أن أفهم لماذا اختارت الحكومة الفنلندية الحالية تحويل البلاد إلى محيط منعزل لحلف شمال الأطلسي. وكما أوضحت حكومتي فإن قرارها سيتطلب إجراءات فنية عسكرية معينة، مثل تحسين أو رفع درجة الاستعدادات الدفاعية على طول الحدود الفنلندية. في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الروسي سيرجي شويغو بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا. أجرى الوزير أوستن مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي شويغو. هذه هي المحادثة الأولى بينهما منذ فبراير الماضي. الوزير أوستن حث على إنهاء الصراع في أوكرانيا وشدد على أهمية الحفاظ على التواصل بينهما. لدينا نحو 100 مليون دولار متبقية، نود الحصول على موافقة إضافية حتى يمكننا مواصلة تقديم المساعدات من دون انقطاع لأوكرانيا. نواصل حث مجلس الشيوخ على التصرف بسرعة حتى لا نصل إلى نهاية مايو وليس لدينا أي سلطة للاعتماد عليها. يستعد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي للاجتماع في العاصمة الألمانية برلين خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث استراتيجيتهم الطويلة المدى بشأن روسيا مع فنلندا والسويد. وخلال الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين، سيجري إطلاق المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو ووثيقته الإرشادية للسنوات المقبلة. إلى أبيجان، حيث تعقد الدورة 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. هذه الدورة تسلط الضوء على استدامة الأراضي من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، وستذكر بأن مكافحة تغير المناخ وتردي التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي آفات يرتبط بعضها ببعض، كما أنها ستشير إلى أن التصحر والجفاف واستصلاح الأراضي والهجرة تأتي نتيجة عوامل متنوعة تتضمن التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. لفهم آلية عمل المؤتمر وأكثر النقاط التي ركزت عليها هذه الدورة مع مراسل الميادين في أبيجان علي مرتضى. مرحبا بك علي. هذه الدورة ما هو أبرز ما ركزت عليه، وكيف ستقوم أو ترى إيجاد حلول لهكذا مشاكل مستعصية؟ نعم، يعني يمكن القول بأن هذه الدورة كوب 15 هنا في أبيجان دقت ناقوس الخطر بالنسبة إلى مكافحة التصحر هنا في أفريقيا، لا سيما بأن القارة الأفريقية هي أكثر القارات تعرضا لهذه الأفة في كل العالم. الرئيس وتارا قال تصريحا يعني بالفعل هو يعتبر بمثابة دق ناقوس الخطر حينما قال خلال هذه القمة بأن السير على الوتيرة الحالية سيؤدي حتما إلى اختفاء الغابات في أفريقيا عام
2050، يعني نحن نتحدث عن 30 عاما وتختفي الغابات في أفريقيا، وبالتالي تصبح أفريقيا بمجملها معرضة للتصحر أو تصبح صحراء. فبالتالي كان لابد من دق ناقوس الخطر لمواجهة هذا الأمر، لا سيما بأن هذا الأمر سببه هو سبب إنساني بشري متعلق ليس فقط بالمناخ، بل متعلق أيضا بكيفية زراعة الأراضي وكيفية استصلاحها. فكان الحل بحسب المجتمعين في هذه القمة هو طرح مبادرة أبيدجان. مبادرة أبيدجان لمكافحة التصحر تعتمد وهي تمتد على 5 سنوات، وتعتمد على 4 مراحل أو 4 محاور رئيسية. المحور الأول هو مكافحة إزالة الغابات والتشجيع على إعادة التشجير، لا سيما بأننا يمكننا القول بأنه منذ 60ات القرن الماضي حتى اليوم خسرت فقط الكوت ديفوار 80% من مساحة الغابات التي كانت موجودة لديها. يعني تخيل بأن بهذه المسافة أو بهذا الزمن خسرت البلاد 80%. فبالتالي كان لابد من طرح مكافحة إزالة الغابات، التشجيع على إعادة التشجير. أيضا من المحاور الأخرى هي تنمية الإنتاج الزراعي، تطوير سلاسل القيمة الشاملة والمستدامة، وتحديد سلاسل القيمة المستقبلية. ودعني أتوسع قليلا في آخر نقطتين أو آخر محورين. هنا في الكوت ديفوار يتم اللجوء إلى زراعة الكاكاو. الكوت ديفوار هي أكبر دولة مصدرة للكاكاو في العالم، فبالتالي يستسيغ المزارعون زراعة الكاكاو، وهذا الأمر يؤدي إلى تدمير مساحات كبيرة من الغابات لزراعة الكاكاو والاستفادة المادية منها وأيضا زراعات أخرى. فبالتالي هناك دراسات تهدف إلى رقمنة أولا كيفية الزراعة، فبالتالي يعني تحديد الأماكن التي يتم زراعة الكاكاو فيها وتحديد الأماكن التي يتم فيها زراعات أخرى، من شأنها أن لا تؤدي إلى وصول التربة إلى مرحلة التصحر وعدم القدرة على الزراعة. لابد من القول بأن يعني وهذه أرقام مخيفة بالفعل، التصحر في أفريقيا كل سنة يأخذ ما يقارب 20,000 هكتار سنويا، يعني تخسر أفريقيا بمجملها 20,000 هكتار سنويا مقابل التصحر. 32% من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية. تخيل بأن 73% من الأراضي التي تستخدم في الزراعة في أفريقيا منذ 60ات القرن الماضي وحتى اليوم قد أصابها التآكل والتعرية. فبالتالي اليوم بالفعل أفريقيا تقف أمام مفترق طرق في كيفية معالجتها للتصحر، لأن هذا الأمر هو أمر مصيري بالنسبة للأفارقة هنا. يعني لا سيما بأننا حينما نتحدث عن الدول جنوب الصحراء الكبرى، هناك على مدار السنوات الماضية والمقبلة هناك عمليات هجرة جماعية من الأماكن التي يصيبها التصحر، لا سيما بأن هذه الأماكن لم تعد أصلا صالحة للسكن ولا حتى للعيش. فبالتالي تخيل أنه يتوقع هجرة أكثر من 50 مليون شخص في السنوات المقبلة بسبب التصحر. فبالتالي تعتبر هذه القمة دق ناقوس الخطر. بالفعل أقر الرئيس الحسن وتارا ميزانية 1,500,000,000 دولار خلال 5 سنوات القادمة لإعادة تشجير الغابات في الكوت ديفوار، وكذلك تم الاتفاق مع الدول 11 المشاركة في هذه القمة على مبادرة لتنفيذ مشروع السور الأخضر العظيم، وهو يمتد بمسافة 8,000 كيلومترات بين كل هذه الدول لمحاولة مكافحة التصحر. شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى مراسل الميادين في أبيدجان. انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي بالإجماع محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. قرار الانتخاب أعلنته وكالة أنباء الإمارات عقب اجتماع في أبوظبي برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد المكتوم. وذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة أنه جرى بموجب المادة 51 من الدستور المحلي انتخاب بن زايد بالإجماع رئيسا للإمارات. ترحيب حزبي واسع بالدعوة للحوار الوطني الشامل. تحالف الأحزاب المصرية بدأ بوضع أجندته وذلك استعدادا للحوار. وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية أعلنت ترحيبها بالحوار، لكن وفق تصور ومطالب محددة. تقرير خالد أبو عرب. الدعوة إلى الحوار الوطني لاقت ترحيبا حزبيا واسعا، لكن بعض الأحزاب ورغم ترحيبها بها وضعت مطالب وشروطا تعتبرها عوامل ضرورية لإنجاحها.
أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية أعلنت في بيان عددا من هذه المطالب، من بينها تمثيل المعارضة والسلطة في جلسات الحوار ولجانه بممثلين متساويين، وأن يتضمن جدول الأعمال قضايا الإصلاح الاقتصادي. لابد من وجهة نظري أولا أن يكون حوار مباشر، حوار مذاع على الهواء، حوار بيقدم من خلاله رؤى، وعلى الشعب أن يسمع هذه الرؤى، وعلى الحكومة أن ترد، أو على يعني كل المختلفين معا يردوا على هذه الرؤى، إلى أن نصل إلى حلول مناسبة للظروف المناسبة وبآليات مناسبة. أحزاب أخرى إلى جانب بعض القوى السياسية ترفض وضع شروط مسبقة للحوار باعتباره حوارا يهدف إلى وضع رؤى وحلول مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة. لابد التجنب من الجنوح لمسألة مشروطية الحوار، وأن الحوار بالأساس هو من أجل أن هناك العديد من التحديات والمشكلات التي يجب أن نتحدث فيها. فإذا وضعت ما وضعت شروط مسبقة ويعني خضنا في مسائل هذه الشروط، فلماذا نجلس الحوار؟ الحوار هو بالأساس من أجل وضع رؤى مشتركة، من أجل وضع حلول مشتركة. تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 40 حزبا سياسيا وضع أجندته استعدادا للحوار المرتقب، وأبرز ما تضمنته قضايا الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التهديدات الخارجية للأمن القومي المصري، ووضع حلول لمشاكل البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة. آمال كبيرة معقودة على إنجاح الحوار السياسي الوطني في مصر الذي يهدف إلى خلق مناخ سياسي جديد يسهم في وضع حلول جذرية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المرحلة الراهنة. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. احتفل الإيرانيون باليوم الوطني للتوائم الذي لم يقم منذ 3 سنوات بسبب وباء كورونا. وشارك في المهرجان التقليدي بنسخته 12 الكثير من التوائم من جميع الأعمار، إضافة إلى عائلاتهم، في محاولة لتحطيم رقم قياسي جديد لموسوعة غينيس كأكبر تجمع لأشخاص ولدوا كتوائم ثنائية وثلاثية. الظاهرة انتهت، ونذكر بما كان فيها من عناوين. الجيش السوري يرد على استهداف مواقعه ويقصف نقاط الجماعات المسلحة بريف حلب الغربي. مستوطنون يستولون على منزل شرق الخليل، وضابط كبير في جيش الاحتلال يعترف بأن المقاومة التي رآها في جنين لم يشاهد مثيلا لها منذ 20 عاما. أول من يجب أن يشعر بالخزي والعار والهوان هم أولئك المطبعون مع العدو من أنظمة وحكومات ونخب وأفراد. عشية بدء الصمت الانتخابي، السيد نصر الله يدعو اللبنانيين إلى الحسم بين خيار المدافعين عن البلاد والمتآمرين عليها. بايدن يعقد أول قمة مع دول آسيان في البيت الأبيض، ويؤكد أنها بداية عهد جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة والرابطة. روسيا تحذر من عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وحلف الأطلسي يبحث استراتيجيته بشأن موسكو في برلين. بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، وأنباء عن وفيات جديدة، بيونغ يانغ تعلن أنها تواجه أكبر صدمة منذ تأسيس الجمهورية. تفضل. ختامها مسك معك. طيب، لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما زيارة صفحات الميادين على الإنترنت باللغات العربية، الإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. دمتم سالمين.